اروح حاسه اني انا عامله انجاز. المسرح الكوميدي السياسي في الاردن، ومعنا فنان مهم من الفنانين الاستاذ حسين بشار من الاردن، كمان عنده مسرح كوميدي سياسي. النقله كانت في الاردن عن العالم العربي كله في اوائل التسعينات، في بوتقه العالم النيو وورلد اوردر اللي هو العالم الجديد، تسميه الاشياء بمسمياتها بالمسرح، لانه كان المسرح السياسي في العالم العربي اساتذتنا الكبار الاستاذ عادل امام او الاستاذ دوري لحان كانوا يلجؤوا دائما الى الرمزيه، وكان هذا نهج في المسرح العربي السياسي والكوميدي. لكن انك تسمي الشخوص باسمائها وتقلد الشخصيات المعاصره اللي حياتنا تتعلق بقراراتهم او مسير حياتنا او انعكاس قراراتهم على حياتنا كمواطنين، هذا الطرح كان اللي هو علقنا الجرس فيه في الاردن. كان لبنان كمان سابقنا بهذا الموضوع، وكان عندهم تجارب كبيره بتقليد الرؤساء والرؤساء الوزراء والوزراء والنواب والتفاصيل. هذول المحطات الثلاثه بالنسبه لي كانت خلتني احس باني انتمي للمسرح اكو الوزراء والنواب والتفاصيل. هذول المحطات الثلاثه بالنسبه لي كانت خلتني احس باني انتمي للمسرح اكثر من اي مكان اخر في الدنيا، لانه هو الاتصال المباشر، هو رد الفعل المباشر، هو التواصل الحس عند الممثل بدون انقطاع، يتصاعد الحس بناء على الموقف الدرامي اللي يقدم. فانا بالنسبه لي بعتبر حالي محظوظه باني قدرت اكون. والكوميدي يعني حته الكوميدي كانوا يسموني زمان البكايه في الدراما الاردنيه، دائما اعيط، لكن لما وقفت وقالوا لازم يعني في تاتشات كوميدي، قلت انا معقول يعني الناس تضحك على اللي انا حقوله؟ او هاو تو بريزنت، هاو تو تويست الجمله، كيف انت تلف الجمله علشان يكون فيها بانش لاين، تقدر التايمينج تبع الجمله. الكوميديا لها قواعد مختلفه عن الدراما المسرحيه، ولكن لما شفت رد فعل الناس قلت معناته انا بقدر اضحك الناس على همنا، بس انا قلت هذا الموقف اللي بضحكهم، بس انا كيف بقدر اوصل هذا الموقف بتوقيت صح، بحس صح، ببانش لاين صح، وناموا على الموضوع خلاص ده كوميدي. فانا بحاول دائما اتوازن، ايوه بحاول اتوازن وبحاول انوع بالاعمال علشان ما اتوصمش بانه بس كوميدي، لا، الفنان بيقدر يعمل، الفنان الحقيقي بيقدر يعمل كل الادوار. وافضل التراجيديين هم الكوميديانيين. انا هذه